عملوا معاملة ما كيتعاملهاش حتى الحيوان، يعني ما كيحسبوناش بشر. حنا ولادنا كيقراو، ولادنا كيقراو وكيقولوا لنا الريبو شي ربعة. واش حنا ولادنا ماشي من هذا الوطن الحبيب اللي دافعوا عليه والدينا الدماء ديالهم؟ وكاين اللي ما رجعش ولادو بقاو هنا، واليوم كيعاملونا بهذه المعامله. البارح مشاو النساء ديالنا الارامل عند السلطات طالبوهم واستعطفوهم باش يحشدوا هذا المشروع اللي خلا حتى يتعلموا الموسم الدراسي، ولكن للاسف تلقاو التهديدات باش يوقفوا مع هاد الناس هادو، لانهم ناس ماشي عاديين. هادو اللي دافعوا على هاد الوطن وجولهم دابا راهم مرادين، شي مريض في السكر، شي مات، وبقاو ولادهم كيتكرفسوا. واش هكا كيتعامل ابن متقاعد مات في الصحراء؟ واش هكا كيتعامل ابن عضو من اعضاء جيش التحرير؟ واش هادي هي حقوق الانسان؟ واش هادي هي الحقوق اللي خص تعطاهم؟ على الاقل يضمنوا غير الحق، ماشي تاع حق. هذا راه شي حاجه عاديه، كاع الناس كيقراو وفي العالم كيدافعوا على القرايه. درت شي ورا الاولين وحنا هنايا باغيين يخرجونا من القرايه. علاش؟ علاش انا خوتي خرجوا دابا من المدرسه؟ فين غادي نمشي الكري؟ فين هو الكرا اللي قالوا البارح لوالدينا غنقلبوا لكم على الكرا؟ فين هو؟ فين هو؟ ارخص ما كيبقى نقول ب 30,000 ريال، ما فيش شروط صحية، ما فيش مقومات الحياة، طواليت ما فيش. وحنا رجعوا نعيشوا ديك المعيشة في آخر حياتنا، والدينا فيهم الضيقة ومراضين بالسكر، نديهم نحشيهم في كراج. هادشي لا يعقل. وحنا كناشدوا جميع المسؤولين من الحي ديالنا اللي هو حي دار المراس اللي كاين في وسط مدينة فاس، وكناشدوهم وكنطالبوهم باش انهم يوقفوا معنا في هذه المعاناة هذه، لان راه ما عندناش اللي يوقف معنا من غير الله. وعاش الملك، الله الوطن الملك. السلام عليكم.